اخي والله مدلعيننا شلون يعني حتى الضيف يرحب في السيستم شنو هذا؟ هذا ابداع المرينه طبعا. لا لازم ضيفيك اتصال ولا ضيفيك بالاستديو لازم ماكو شيء دايركت الو في له ريد كارد كذي شني فارش له فارش له فارش له فارش له عضو لجنه ذوي الاعاقه في الديوان الوطني لحقوق الانسان علي ثويني مساك الله بالخير في اذاعه وتلفزيون المرينه في برنامج الديوانيه. اهلا وسهلا فيكم وبرنامج الديوانيه وبارك الله فيكم وسهلا مبارك الساعه المباركه استاذ علي وهذه ابرك الساعات. لجنه ذوي الاعاقه في الديوان الوطني لحقوق الانسان، بس يا ريت استاذ علي بالبدايه لنا وللمشاهد والمستمع الكريم هذه اللجنه متى تاسست ومتى صارت؟ هي تاسست في 2015 حلو وهي تابعه للديوان الوطني لحقوق الانسان. ممتاز، اهداف اللجنه شنو استاذ علي؟ اللجنة تهدف إلى خدمة ذوي الإعاقة حلو والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم ومتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون المعاقين 8/2010 حلو وتسعى إلى تمكينهم في جميع مجالات الحياة وسواء في الجانب التعليمي أو الوظيفي أو المعيشي أو الصحي أو غيره من الأمور هذه، وتتابع أيضا وترصد مدى تنفيذ بقية الوزارات والهيئات لقانون المعاقين واتفاقيات دولية وتساعد حلو. وتساهم قدر الإمكان في وضع الحلول وتقديم التقارير وكتابة التقارير سواء للجهات أو سواء للحكومة يعني. أستاذ علي وتشارك أيضا في المؤتمرات الدولية للاطلاع على ما هو جديد في مجال حقوق المعاقل. جميل، يعني اعطيتنا انت ملخص الى الاهداف اهداف اللجنه. اذا بيك على اليه العمل الخاصه فيكم، يعني خلينا نأطرها، لو في اسره عندها ترعى مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصه، هل في اتصال او تواصل مباشر معاكم يكون في هذا الجانب؟ طبعا احنا قلنا واعلنا للمجتمع الكويتي وخاصه للمعاقين واوليائهم وذويهم حلو بالتواصل مع اللجنه عبر الديوان اللي مقره في الحمراء. في لجنه هناك تستقبلهم، لجنه شكاوي، لجنه تظلمات تستقبلهم وتحول هذه الشكوى او هذه الملاحظات او هذه المقابله الى اللجنه مالت المعاقين وتقوم في برمجه لموعدهم وتتقابل معهم، وتقابلنا مع كذا حاله يعني سواء ولي امر او معاق او قضيه طرحت يحتاجون دعم منا تم ذلك يعني. جميل استاذ علي، يعني اليوم العالمي لذوي الاعاقه اكيد انتم كلجنه مهتمه في هذا الجانب، لكم برنامج خاص في هذا اليوم العالمي لذوي الاعاقه، تكلمنا عنه يا ريت. احنا اليوم العالمي ذوي الاعاقه اخذنا في خطين متوازيين، حلو. المشاركه مع الجهات الأخرى اللي تحتفل باليوم العالمي للمعاقين، وكان اليوم عندنا في الجامعة كان معرض تعريفي وكان الأعضاء موجودين لتعريف طلبة الجامعة والطالبات بدور ديوان حقوق الإنسان وخاصة لجنة المعاقين، وتم مقابلة مع بعض الطلبة وخاصة منهم أيضا المعاقين اللي كانوا موجودين في الجامعة والزوار اليوم من المدارس الأخرى. وكذلك في برنامج راح يكون ان شاء الله في 360 راح يكون في برنامج ايضا للمعاقين، وكذلك في كلمه راح تكون حق رئيس الديوان باذن الله. جميل استاذ، يعني انا ما ابي اطلع عن سياق الفكره اللي بنحكي عنها عن دوركم، لكن قبل يومين الاخوان في المجلس الامه بالتعاون مع الحكومه قرروا حزمه من القوانين المتميزه لذوي الاعاقه وذوي الاحتياجات الخاصه ومن يرعاهم، تعليقك على مثل هذا القانون الجديد اللي اعطاهم العديد من الصلاحيات، العديد من الامتيازات وهم يستحقون هذا الامر. جزاهم الله خير لجنه المعاقين في مجلس الامه على اول شيء استقبالهم للمطالب جميل واستقبالهم لاولياء امور والجمعيات والمؤسسات واستقبال لنا ودراستها وسعه بالهم في تقبل يعني هذه الملاحظات، حتى النقد ايضا يعني نقد لهم ايضا بسعه صدر تقبلوا هذا الشيء وراجعوا، وكنا احنا قاعدين هناك مع الاخ العصفور وكان سعه بال مع الزملاء فاحنا تفائلنا في انه راح تكون ان شاء الله التعديلات بتوافق مع الحكومه
وفعلا تم التوافق فيها، وخاصة ما يخص المعاقين وذويهم وأمهاتهم اللي ذكرها أيضا رئيس لجنة المعاقين ذن الأم الكويتية اللي ترعى معاقين غير كويتيين. صحيح. كنا سنين احنا فعلا نتواصل مع الهيئة كأفراد، وأيضا يوم كنا في الديوان أيضا كنا ندز المطالب هذه، نستقبل وندز، استقبلنا أحد أو ممثلة عن الأمهات وتم طرح القضية والمطلب ونقل إلى أيضا حالنا حال غيرنا يعني. صحيح. إحنا وغيرنا قاعد نساهم يعني، وإحنا جزء من المجتمع. هني جرنا السؤال، والحمد لله تم الاستجابة. جميل، هذه جرنا السؤال يعني تبارك الرحمن، يعني أنا ما أقول إن هذا الأمر يختزل فيكم، لكن هي عدة مطالبات، لكن اللجنة الخاصة فيكم أكيد لها إنجازات، تكلمنا عن أبرز الإنجازات لهذه اللجنة. إحنا الحمد لله في إنجازاتنا مثل ما قلنا، إحنا حزمة من في مجتمع المؤسسات المدنية، فلا شك إحنا ندفع دفعة إلى الأمام في بعض القضايا اللي طالبوا فيها المعاقين. فالتقينا يعني مع الأمهات اللي قلت لك، والحمد لله هذا كان الإنجاز يكتب لنا ولغيرنا. جميل. وكذلك مع أصحاب العقارات الحركية والكراسي المتحركة أيضا تم الاجتماع معهم، وتم التعديل مثل ما أنتم شفتوه في التعديل الأخير، وكذلك تم زيارة السجناء من المعاقين، والدكتور يوسف صقر زارهم، وأيضا زار دور الرعاية هناك في أيضا للمعاقين اللي في دور الرعاية، وشاف المكان وتهيئته والمختصين وغيره، وكذلك أيضا مع بعض المعلمين وجميع القطاع التعليمي. حلو. والحمد لله يعني الأمور فيها استجابة والأبواب مفتوحة وفي تفهم. هذا الجميل. استاذ علي، الحين انت شود حكيت لي، قلت لي ان مجمع الحمراء وشيء من هذا القبيل اللي بيتواصل معاكم، الحين اللي قاعد يسمعنا وحاب يتواصل مع لجنه ذوي الاعاقه اللي في الديوان الوطني لحقوق الانسان، شلون يقدرون يتواصلون؟ دور 12. دور 12 ايوه، موجودين كل الموظفين موجودين واللجان كلها موجوده. الله يبارك في سعيكم والله يبارك في جهودكم، وتلفوناتنا مفتوحة 24 ساعة. عسى ربي يقويكم ويبارك فيكم. الأستاذ علي الثويني عضو لجنة ذوي الإعاقة في الديوان الوطني لحقوق الإنسان، مشكور وايد على تواصلك معنا في ديوانية المرينة. بارك الله فيكم، قواكم الله، بارك الله في سعيكم. شكرا لك. شكرا لك.